اوكي. السلام عليكم، احنا اليوم في المستشفى التخصصي في وحده الخداج، عندنا توأم شباب اثنين حلوين الله يحفظهم لاهلهم، بعد محاوله الحقن المجهري اطفال الانابيب بسبب وجود مشكله في السائل المنوي من حركه وعدد وشكل. الحمد لله رب العالمين توفقنا واجى هذا التوأم الاولاد، هذول اولاد طيبين من عائله طيبه المحترمه من جميع الجهات، احنا نتمنى لهم الخير والتوفيق من ربنا، وان شاء الله الله يرزقهم ويرزق كل الامهات. احنا اليوم تاريخ 7/9/2021، يوم عظيم هذا بعتبره لهي العائله، وهذا اليوم انا بفتخر فيه انه اجت هاي العائله وجاهم موضوع الاطفال، وكمان هو هذا اليوم عزيز على قلبي. انا بتمنى لكل الامهات ان شاء الله يا رب الله يرزقهم ويعطيهم. مشاكل فحص السائل المنوي مش مشكله، في تقنيات اليوم حديثه في انتقاء الحيوان المنوي السليم، في مشاكل في المشاكل الموجوده في الاجنه، في انتقاء سلامه الاجنه. الحمد لله رب العالمين، التوفيق بيجي من عند رب العباد اولا. احنا توفقنا اليوم في هذا التوأم العظيم، بشكر جميع الكوادر الطبيه، بشكر الدكتور خليل الباسط اللي بتعاون معنا دائما، بشكر الكوادر الطبيه عامه في وحده الاخصاب مستشفى شميساني اللي احنا قدرنا ننتج هاي باذن الله تعالى هاي المعطيات، وربنا سبحانه وتعالى هو وفقنا. انا اليوم سعيد جدا 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 انه صار في عنا هاي النتيجه الرائعه باطفال اثنين ذكور، الله يخليهم لاهلهم ويحميهم. شكرا لكم، احنا اليوم في وحده الخداج في المستشفى التخصصي. شكرا.